سيوسو ولا بليش سلاح زعاف قلت خدم في السيسيس وعمل اللي وعد به في السيسيس ولا بيرس. انا وقت جيت للسيسيس جيت افيك ان بروغرام وما كذبتش على الببليك بتاعي. جينا قلنا يا خويا هذه وضعيه نادي الصفاقسي واه وين نحبوا نخلطوا. وجينا من الاول قلنا راهو اون 2006 لو سيسيس سوري لو ميور كلوب اون افريك. قلنا راهو النادي الصفاقسي في 2006 وقت 2002 راه والناس صبرت قالت يا با بروبليم نصبر معاه الزحاف. و2006 النادي الصفاقسي كان احسن جمعيه في افريقيا بشهاده الناس كل دكار. وقت لجينا قلنا راهو احنا قبل ما نكملوا الموندام تاعنا راهو مش نخليو الكومبلكس مركز تكوين الشبان في وضعيه اوبيراسيونيل معناها ديكسبلوتاسيون. صرفنا رغم المشاكل الماليه رغم ما ثماش دعم رغم المعارضه اللي عندنا وقتها وعملنا لوكال دو تري هو نيفو. وقت لجينا قلنا احنا سنعيد يعني اعاده هيكله الاداره في النادي الصفاقسي. اليوم من احسن ادارات موجوده في بر تونس هي اداره النادي الصفاقسي وعلى راسها سيد ياسين بنطاه. خاطر من الاول دخلنا انا شوي بروفيسيونيل انا انستوري ان سيستيم دو كونترول انترن في لي بروسيدور نتاعنا. وياسين بن طاهر الست سنين اللي عداها مع صلاح الدين زحاف خير من اللي مشى عمل ليها شو سي باري ولا دوفين. يعني صلاح الدين زحاف مدرسه اكثر من مدرسه في الدومين هذا. ينعم اكثر من مدرسه ايش بيه وقت اللي هو يتلمذ على ان اكسبير كونتابل ينعم مدرسه ايش بيه عيب مش عيب وموش دعوه زيد. اليوم ياسين بن طاهر يعمل في 80% من العمل في النادي الرياضي الصفاقسي وبارك الله فيه ويكثر خيره. انت مش دعوه سي سلاح ولكن حتى تصريحاتك ديما تتباهى بنفسك. وصفت نفسك في احدى المناسبات بانك العفريت اللي تعرف كل شيء وتفهم في التسيير الرياضي او اليوم ثم صلاح الدين زحاف عفريت وثم 20 و30 عفريت قاعدين طالعين من السوسيوز. احنا تو قبل كان صلاح الدين زحاف عفريت اي بالمجد. انا قبل كنت وقت نغزر لنفسي في المرايه نقول وقلتها انا شوي سبونتاني وببليك نتاع النادي الصفاقسي يعرفني. قلت راني نقول الحمد لله يا ربي معناها دو توت فاسون اللي صار وقتها بالمشاكل الموجوده بالعراقيل بالكذا. انا قلت إن نشوف المرآة ونقول عفريت انت زحار صحيح. اما الباهي توا سيكو عندنا 20 و30 عفريت قاعدين يلزيميرج خاطر السوسيوس عدا انها تعمل بور 2 مليون دو دينار دو 2 مليار دويت دي انفستيسمون. خاطر مش كان الحافله هكا على خاطر عملنا لها شويه فما صبوره اللامع في الطريق سمعت. لا مش صبوره اللامع صبوره اللامع راهو احنا في صفاقس احنا رانا تابعين ليه احنا تابعين دوله اسمها الدوله التونسيه مش احنا كل شيء نعملوه راهو احنا نجموا نعملوا صبوره نجموا نعملوا بلوتار حتى ان ستاد. اما خويا راهو احنا صفاقس تابعين للجمهوريه التونسيه والدوله التونسيه وتابعين لو بيدجي دو ليتا تونيزيا خاطر احنا اون كونتريبيو اكثر ناس كي كونتريبيو في البيدجي دو ليتا هما صفاقسيه وبالاثباتات اللي موجودين في صفاقس واللي موجودين هنا عندكم في تونس. ولهذا احنا عندنا الحق ان يعملوا لنا سبوره لامعه. شو لعب ان سبوره لامعه معناها تو عندها 10 سنين في الحاله هذيك كالسكوت 500 مليون شنو هي 500 مليون؟ شنو هاو جا وزير هاو مشى وزير هاو جا طارق هاو جا شنو لا خويا احنا مش نعملوها خليها مطفي نجموا نعملوها ما مش نعملوها. اما احنا مش نزيدوا لا دوزيام ترونش توا بيانتو دون دو سيمين غير نستناو شويه لا بيلوز على خاطر توا اون بروفيت دو فات كو ثم تريف بور ارونجي ان بو لا بيلوز دونك ما نجموش ندخلوا نعملوا دي ترافو. مي من هنا جمعتين ثلاثه يفا يافوار لي بانوليد على كافة معناها وراء لي كاج و معناها في استاد كامل فهمتني. وثم مشاريع أخرى كبيرة راهو سي سي اس معناها السوسيوس عملت كيما قلت لك يظهر لي حوالي 2 مليون دو دينار دانفستيسمون ثم 200 مليون مشاو للهيئات المديرة معناها ساعات الهيئة مديرة معناها ساعات تستحق وساعات هي من غير ما تستحق تجي تهز
وساعات تجينا شويه هكا شو تجي تهزي خبسيبه هي الحكايه ليه شوف كيفاش منظمين رواحكم انتم احنا مليارات هذوما زوز مليون دينار سي سلاح يقول القايل مو فما دوله وفما هيئه مديره وفما نظام وفما جمعيات وفما يعني كيفاش تصرف الاموال هذه من يشرف على تسييرها كيف تتقع مراقبتها باش تبدا الامور واضحه في اطار الشفافيه المطلقه احنا فاسون لي سوسيوس هو انتو كان نهار يهديك ربي وجيد كورسوس كرير سوسيوس تدفعنا قريب نجيب بالعكس تدفعنا 15 دينار معناها نعرف انت تحب السي اس اس الجمعيات اللي تحبها تولي انت عندك لانفورماسيون اتو مومون اش دخلت فلوس واش تصرفت بالدينار اتو مومون احنا عندنا اداره فيها تقريبا 8 من الناس لي فيرمون هذوما يصيروا دون مانيير الكترونيك يتصبوا دي بريليفمون من الحساب نتاعك يتصبوا دون مانيير الكترونيك في حساب النادي الرياضي الصفاقسي سوسيوس احنا مش عاملين دولة كما قلت انت ومدرشنية موازية وحكومة موازية ومدرشنو احنا مشيناش خذينا فيزا تاع السوسياسيون اسمها سوسيوس لا احنا تابعين هياكل النادي الرياضي الصفاقسي مثل ما هو منصوص عليه بالقانون الاساسي للنادي الصفاقسي ولهذا الحساب باسم النادي الصفاقسي سوسيوس ولهذا كل رئيس في النادي الرياضي الصفاقسي ينجم يصحح ويجبد الفلوس احنا واتات ثم شكون صحح وجبد الفلوس واتات ثم عقل على النادي الصفاقسي يقولوا لنا متارك احنا ما عندناش هوك الكونت هذاك هوك برا فيه يهزوا فهمتني 50 10 6 كذا فهمت ومش مشكلة احنا بالنسبة لنا الفلوس في نهاية الأمر هي النادي الصفاقسي ومع هذا لي سوسيوس سون دي زاديرون دونك ندفعوا للهيئة المديرة لكوتيزاسيون تاع الكارت هذوك الناس اللي يحب ياخو الكارت متاعه نعطيه للهيئة المديرة طبيعي لموارد الكارت داديزيون وخذينا على عاتقنا بدينا نطوروا في نوتر برودوي اسمه سوسيوس انتربريز معناها كيما نجم ناخذ من عند سيادتك 15 دينار كيما نجم ناخذ من عند شريكتك 250 دينار في الشهر هذوك ال 250 دينار مع 250 مع كذا هذوك للسنتر دو فورماسيون ديجا فهمتني هذوك نفس الشيء يمشيوا للهيئه المديره باش نعينوا بشوي بشوي وان شاء الله الموارد تكبر وتولي الموارد هذه تكفي لمركز تكوين الشبان في النادي الرياضي. سيدي قداش وصلتوا اليوم بالنسبة لأعضاء سوسيوس بالتحديد للرقم لحد الآن؟ 6900 6900 5900 5900 يعني يقارب 6000 ربما يعني. من هنا إلى غاية بث البرنامج أكيد ربما يكونوا 6000 أو يتجاوزوها نحب نسأل اليوم هل أنه فما طموحات أو فما استراتيجية أو فما أهداف بالنسبة لسوسيوس باش يكونوا 10000 باش يكونوا 20000 باش يكونوا 50000 وهكا ربما يولي النادي الرياضي الصفاقسي يولي عنده موارد مالية شبه قارة أو قارة يساهم من خلالها في تصريف شؤونه وفي دعم الخزينة وتخليه ربما ما يكونش تحت رحمة بعض رجالات النادي اللي مشكورين على عطائهم لكن في نهاية الأمر يعول على نفسه ويعول على ذاته. شوف أنا نتمنى أني نهار نشوف أن عدد السوسيوس خلط 20000 والسوسيوس انتربريز 500 شركة وهذا راهو ماهوش صعيب على الصفاقسي معناها أن نلقاو 500 شريك اللي كي كونتريبيو كونكورونس دو زوز وثلاثة ملايين في العام راهو نلقاو كان شوية يفور وكان سي لي جون كروا ان بو بلوس وكان نقص شوية من الدينيغرومون على الستركتور نهار نخلط 500 شركة سوسيوس انتربريز و20 ألف سوسيوس أنا وقتها حي ولا ميت أنا مطمئن على النادي الصفاقسي لا لا طويل ولا قصير نولي مطمئن على النادي الصفاقسي نهائيا ما عادش تم مشكلة لا من ناحية التسيير لا من ناحية التمويل. يقول قايل اليوم سي سلاح هل أنك الوحيد اللي تحب النادي الرياضي الصفاقسي بهذه الطريقة حتى تحكي على مستقبل الفريق وتقول بعد معناه عمر طويل ولا قصير أنك تموت وانت مطمن على النادي الرياضي الصفاقسي تقول أنك نسعى ونجتهد ونعمل على أنه النادي الرياضي الصفاقسي يكون في أحسن حال فما رجالات أخرين فما ناس أخرين يعني ديما
سلاح الزحاف حاب يلعب دور البطولة. وقلت منذ قليل أنه عندنا تأثير سوسيوس على الهيئة المديرة وعندنا ورقة ضغط وتقول أنت تأثير إيجابي. يعني إذا فما تأثير من سوسيوس على الهيئة المديرة يعني يجب كل هيئة مديرة تعمل حساب لسوسيوس وخاصة لرئيس سوسيوس سلاح الزحاف. هو شوف بلك تخيبني أنا بورقيبة معناها رئيس مدى الحياة، أنا ديسمبر تو شهير ولا مش مشي على نفسي معناها وش خدمت؟ أنا خدمت عامين هذوما راهو في سوسيوس معناها كرئيس. مش سوسيوس ما يصلح الدين زحاف، سوسيوس هي 6000 رقبة يحبوا النادي الصفاقسي، وأنا تو كي نتكلم أنا تو نقول لك نتكلم باسم 6000، جو مو بيرمي أني نتكلم باسم 6000 لأن نعرف أكثر واحد يعرف بيبليك السياسيس ويعرفش معناها إنسان يجي ينحي من مكتوبه هو تلميذ 5 دينارات باش يعطيهم لنا في السوسيوس، ولا إنسان حجام ولا نجار ولا يخدم في بانكا ولا يخدم سالاري عند كذا يعطيك 15 و20 دينار. فهمتني؟ أنا مانيش وحدي اللي قلت لك أنا لاني نلعب دور البطل كذا. أنا أنت جبت لي على السوسيوس نحكي باسم ليزاديرون، احنا في النادي الصفاقسي معنا انوفاتور من قديم الزمان. احنا النادي الصفاقسي اول جمعيه راهي عملت كومبلكس عملها سي اس اس في طريق المطار وكل كومبلكس تو موجود. احنا اول جمعيه عملنا كوميتي دو سوتيان، فهمتني؟ اللي انا مومبر دوفيس فيه ونتشرف ان يكون مومبر دوفيس فيه باعتباري ان انسيان بريزيدون. واحنا اول جمعيه عملت السوسيوس. الناس اللي تحب سيسيس ثم عديد المحبين اللي يحبوا سيسيس أكثر من صلاح الدين زحاف، وثم اللي أقل. أنا من بين محبين نادي الصفاقسي، لكن من حقي أني نتمنى أني نشوف كمحب للنادي الصفاقسي أني نشوف سيسيس عنده 20,000 منخرط في السوسيوس وعنده 500 شركة سوسيوس أنتربريز. من حقي نحب السي اس اس، مش انا اكثر واحد نحب السي اس اس ولا نحب نعمل البطل. اي نعم، ونخمم انا على السي اس اس من طبعي هكاك. انا سعاد الوقت اللي تولدت عمري نهار وشهر وعام وعامين، تولدت في العائله نتاع النادي الصفاقسي باعتبار عام التوفيق، فهمتني؟ ولهذا انا جورات معناها منجي دلهوم ولا كذا نشوف دار عمي التوفيق هوني ودارنا هوني نشوف معهم جاو ومشاو وقعدنا وكذا. دونك جو سوي ني دون لا فامي دو سي اس اس من غير ما نختار، من غير ما نختار حليب سي اس اس. إلا معناها جو سوي ني دونك سي نورمال كو اجوردي انا راجل كبير هكا وكذا، انا الواحد يخمم على فاميلته. انا سي ما فامي لو سي اس اس سي ما فامي. يعني تصديق الكلام اللي قاله سيموس في السلامي في حوار من الحوارات أنه صفاقس عندها زوز مناسبات في العاب أو زوز مناسبات متاع فرح، هي في العياد وهي وقت اللي نهز النادي الرياضي الصفاقسي تتويج بطولة أو كاس أو مساف في مسابقة قارية ألق. أي صحيح، وكي تصبنا المطر زاد خاطر احنا نخموا على كعبة الزيتون قبل كنا نخموا على روحنا، تولي نخموا على برتونس كامل خاطر السابع نتاع عمني ولونا سوفي ليكونومي التونيزيان بال 2000 مليار اللي جاوا من الزيتون. دونك احنا حتى كي تصب المطر نفرحوا زاده كيما العيد وكيما وقت اللي تربح السي اس اس. ان شاء الله على كل حال هاي مسحبه في العاصمه وان شاء الله تصب وان شاء الله تكون يعني بوادر خير بتاع غيث نافع حتى تساهم مطر وجعلنا من الماء كل شيء حي. اكيد نتمنى ان تنزل الامطار وتتحرك عجلة الاقتصاد في صفاقس وفي كل المناطق داخل الجمهورية. سي سلاح على مستوى جماهير النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم نحكيو على جمهور سوسيوس وجمهور عادي نتاع سي اس اس. نفس الشيء، شوف المحب نتاع النادي الرياضي الصفاقسي بطريقة أو بأخرى قاعد يعاون في جمعيته. ثم اللي يعاون قال الرجل بالجهد يجي ويحضر في استاد ويشجع وثم اللي يجي ويحضر ويشجع ويزيد يدفع شوية فلوس. احنا الهدف نتاعنا أن كي غدوة إن شاء الله بعد 20 ولا 40 ولا 50 سنة يولي عندنا استاد في صفاقس، خاطر راهو ثم حاجة ثابتة أنه هذه عملية مدينة رياضية في صفاقس وكذا يبيعوا لنا في الروايق في الكلام، فهمتني؟ مي أريفرا أن جور اللي النادي الصفاقسي ماشي يكون عنده استاد يهز 60 و70 و80 ألف. احنا الهدف نتاعنا
أن وقت لعنا استاد يهز 60 و70 و80 ألف يكونوا كلهم سوسيوز. أما جمهور النادي الصفاقسي دو توت فاسون أكبر بكثير من عدد السوسيوز اللي موجود اليوم، جمهور مئات الآلاف. يكفي أن نذكره بالنهائي الشهير ضد الأهلي المصري، هو خيبة أمل بالنسبة للنادي الصفاقسي الكرة التونسية، لكن الحضور الجماهيري اللافت للنظر في ملعب رادس 60 ألف من أحباء النادي الصفاقسي وحتى بعض أحباء الأندية الأخرى من الكرة التونسية اللي حضروا. لكن بالفعل جمهور النادي الصفاقسي وقت اللي جد الجد تلقاه موجود ومساند ديما مساند رسمي ديما موجود جمهور السي اس، وما ثماش فرق سوسياس ولا احنا نخيروا بطبيعة الحال. وأدعو مرة أخرى مقصي أنه ينخرط في منظومة السوسيوس، هذا ما ينجم كان يعين نادي رادي الصفاقسي، لكن جمهور نادي رادي الصفاقسي أكبر بكثير من عدد السوسيوس اليوم، والحمد لله هوريزمون داير. وما ثماش معناه ما عندناش احنا معناه في الفيراج تلقى الناس اللي هما محبين نادي الصفاقسي، مش يقولوا أنت سوسيوس ولا لا، محبين نادي الصفاقسي. تبقى ثم شريحة اللي هي تعين فينونسيارمون، وثم الناس اللي ما تنجمش، ماذا بيه يعين وما ينجمش ما ينجمش. الدنيا صعيبة، عمال تصعب، وحالتنا عمال تدهور. تحشم انك تجي الانسان روتريتي تقول له خويا اعطيني 15 دينار وهو ياخذ في روتريت بتاع 300 دينار. انا شخصيا والله نحشم. دونك جو كومبرون، مي ثم ناس اللي تنجم، خاصة اللي عنده هكا شريك حتى يبيع شوية بيس دي تاشي في صفاقس ولا عنده كذا، ينجم يدفع 200 ولا 250 دينار حتى شيء. معناها ساكوت لو تيير د نوفري اجوردي. اليوم ان سالاري اقل ما يمكن تكلف 7-8 ملايين. كي تعطي انت لجمعيتك 2 ملايين ويتعداو في اللي شارج عندك، معناها في حساباتك يتعداو من جمله المصاريف، معناها اعتقد انا شخصيا نشوف مش حاجه كبيره بالنسبه لاحباء النادي الرياضي الصفاقسي. اكيد سنواصل الحديث عن النادي الرياضي الصفاقسي وايضا عن الامور السياسيه والاقتصاديه اللي عندها علاقه بسيد سلاح الزحاف، لكن نتوقف في لحظات